السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو زي ما انتم شايفينه كده في العنوان عن هدايا وصلتني من موقع نيو شيك. دلوقتي انا هفتح لكم الموقع. زي ما انتم شايفين كده اول حاجة بتظهر قدامكم على الموقع هي الاعلانات الحاجات الجديدة. دلوقتي احنا في مناسبة مهمة جدا في نيو شيك وهي الجمعة البيضاء. ده مهرجان موجود عالمي موجود في كل المواقع عالميا وكمان موجودة في مصر. الموقع ده فيه حاجات كتيرة جدا من اول الشوز لحد الميك اب لحد الهدوم كل حاجة موجودة حتى الحاجات بتاعة البيت كل حاجة موجودة فيه تقدروا تلاقوها اكسسوارات اي حاجة انتوا عايزينها. بمنتهى البساطة بتخشوا بتعملوا اكاونت على نيو شيك وتخشوا تشوفوا اللي انتوا عايزينه. هوريكم هنا بسرعة اللينكات والحاجات اللي انا كانت المفروض توصلني منهم وبعدين هوريكم ازاي تقدروا تعملوا تسوق عن طريق الموقع. اول حاجه كان المفروض تجي لي البراشز دي مكنه اللي هي 5 وشوش والساعه دي كمان كانت المفروض تجي لي وليها الوان كتيره جدا وتحفه جدا شكلها حلو. والمرايه دي مرايه صغيره تقريبا قد الكف برضو المفروض توصلني من نيو شيك ودي الهدايا اللي المفروض كانت توصلني. من الحاجات الحلوه جدا في موقع نيو شيك ان انت لما بتدخل وتاكتف الايميل بتاعك بتاخد بوينتس. البوينتس دي ممكن تبقى حاجات تساعدك في انك تخفض الاسعار بتاعه المشتريات بتاعتك. يعني انا هنا عملت الايميل بتاعي خدت 50 بوينت ودي بتخفض لي في المشتريات بتاعتي. وفي كمان اكواد خصم وانا هخليكم تتابعوا الفيديو للاخر هقول لكم على كود الخصم اللي ممكن تستخدموه لما تيجوا تشتروا. بس برضو لما تيجوا تشتروا اصلا كده كده عندكوا اكواد خصم او في فترة خصم. طبعا زي ما قلتلكوا في الاول ان في النهاردة الجمعة البيضاء او ده الفترة بتاعت الجمعة البيضاء فتقدر تشتروا بالخصم بتاعهم. خلينا كده نحاول نعمل شوبينج قدام بعض ونشوف ازاي ممكن نشتري حاجة. هنخش مثلا على الاحذية ونتفرج على الاشكال اللي عجبانا. يعني مثلا ندور كده عن اي حاجة. حلو الصندال ده هو $12.73 زي ما انتوا شايفين كده تحت لو نزلتوا تحت هتلاقوا الوصف التفصيلي للمنتج. الكعب قد ايه المقاس قد ايه اللون عامل ازاي المواصفات بتاعه المنتج ودي طرق الشحن اللي موجوده عندهم وكمان طرق الدفع كامله موجوده وكمان عندكم تقييمات للمنتج هتلاقوا في تقييم للمنتج. انا طبعا اخترت ان الاب يكون بالعربي عشان اقدر اشرح. هنا كده قدامكم التقييمات وده رأي الناس على الصندال ده. نيجي هنا بقى لموضوع المقاس. هنا انت لازم تختار وتحدد المقاس ولو انت متلخبط في المقاسات اللي قدامك فهو بيبقى حاطط لك جدول تقدر تختار منه. عندنا الاربع جداول اللي في النص اللي انا بشاور عليهم دول المقاسات الستاندرد اللي موجودة عندنا في مصر. يعني 40 42 39 38 وهكذا. انت شوف مقاسك وشوفه على مقاس اليو اس اي او مقاس الامريكي كام واختاره. يعني مثلا خلينا نقول 39 يبقى مقاس يو اس اي 8 وهتختار انك تدفع على طول. هنا هو مش عايز يعمل دفع لان انت محددتش اللون اللي انت عايزه. الصندال ده لونه اسود بس. بعد ما بندوس ان احنا عايزينه بينقلنا على طول على صفحة تانية ونتأكد من السعر. هنا عندنا بقى النقط اللي انا قلت عليها وعندنا الكود. الكود زي ما انا قلت لكم ان هو مفاجأة ليكم هو نيو شيك 15 او نيو شيك 15. بتكتبوه السعر بينزل بيبقى قدامكم كده السعر بعد التخفيض وكمان الشحن. هنا بتملوا بياناتكم وبتخلصوا بياناتكم كاملة وتحطوا العنوان بالتفصيل وكل الحاجات دي كلها وبتدوسوا دفع وبكده بيتم العملية. هنا بقى عايزة اقول لكم على حاجة حلوة جدا نيو شيك مقدماها لأول مرة وهي انك ممكن لو انت في السعودية او في الامارات تدفع عند الاستلام وكمان ممكن يبقى ليك شحن مجاني. هنا دي بعض العروض كده الخفيفة اللي موجودة يوم الفرايداي اللي هو الابيض. دي بعض العروض اللي معروضة للسيدات وللرجال والحذية وكمان اكسسوارات البيت او الحاجات اللي بتستخدميها في البيت. الحاجات كويسه جدا المنتجات هايله جدا الكواليتي هايله جدا. زي ما قلت لكم ليكوا خصومات وكمان لو انتوا قدمتوا دلوقتي هتاخدوا خصم 20% وكمان في شحن مجاني للسعوديه والامارات وفي حاجات كتيره جدا وبيبقى كل حاجه مكتوبه بالتفصيل.
دلوقتي يلا اوريكم الحاجات اللي وصلتني او اللي عرفت توصلني من موقع نيو شيك. اولا المنتجات دي وصلتني عن طريق البريد المصري، ودي كانت اسوأ حاجة حصلت لي، لان للأسف جزء كبير من الحاجات اللي كانت جايه لي ضاعت وما جاليش غير الطرد ده بس. انا كنت طالبه الحاجات دي، هم قالوا لي اختاري حاجات وانا اخترت، والحاجات اللي وصلتني دي هي الحاجات اللي كنت مختاراها لوالدتي، انما الحاجات اللي اخترتها لنفسي ما وصلتنيش. هفتح معاكم الحاجه، هي الحاجه كانت مفتوحه اوريدي، كنت لازم افتحها في البريد. دي البوليصه اللي الجمارك فتحت وشيكت على المنتج اللي جوه، فدي البوليصه عليها اسمي وعليها العنوان وعليها كل تفاصيل الحاجات اللي موجوده جوه الطرد ده. الطرد عبارة عن قطعتين، هوريكو دلوقتي كل قطعة من دول. هناخد الصغيرة، زي ما قلتلكوا هي كانت مفتوحة بس مش عارفة انا لفتها ازاي، هحاول افتحها. اوكي ده حلق ذهبي فيه كريستلز صغيرة كده، كنت جايباه لماما هدية. بصوا هنا مكتوب رقم الكود او الشحنة، فبيبقى مكتوب دايما على الكيس من بره. ده شكل الحلق، هو عبارة عن ملولي وكده، شكله حلو قوي. ثواني اخليه يعمل فوكس. حلو جدا في اللبس، حلو جدا في شكل، مش متخيلة قد ايه هو حلو. الكواليتي هايلة على فكرة، الحلق تقيل يعني مش حاجة خفيفة كده زي الاكسسوريز اللي عندنا، بجد شكله تحفة جدا. الكاميرا ظلماه، هو ذهبي، والكريستلز دي يعني متثبتة كويس قوي في الحلق، مش حاجات كده متركبة على الخفيف من فوق. حبيته جدا. تاني حاجة هي كانت المراية. انا حابة اوريكم المراية علشان لو رجعتوا تاني لأول فيديو هتشوفوا ان انا كنت جايبة لكم المقاس بتاع المراية. برضو هنا موجود الكود، ما تنسوش ان انتوا تتأكدوا من الحاجات دي. مقاس المراية قد كف الايد بالظبط، وانا هوريكم دلوقتي مقاسه قدام كف الايد. هنا اللزق مسك في بعضه. اوكي المراية قد كف الايد صغيرة، انا اخترتها انها تكون صغيرة كده لان انا مش عايزة الكبيرة، انا بحتاج ان انا امسك المراية في ايدي وماما بتحتاج تمسكها في ايديها وكده، فهي دي المراية. وهو ده حجمها، المقاس الصح مكتوب على الموقع، من ناحية مكبر ومن ناحية تانية طبيعي جدا. دي الناحية المكبرة والناحية التانية اللي هي الطبيعي صغيرة. الخامة فعلا الكواليتي زي ما هم كاتبين ان هي ضد المية وما بتصديش وحاجة محترمة. المراية نفسها او خامة الازاز بتاع المراية كمان حلو جدا، مش زي المرايات اللي بنلاقيها كتير في المحلات بتاعت 2.5 او المحلات الكبيرة. حتى زي ما قلتلكوا هي قد كف الايد، هحاول اخليكوا تشوفوها كده بوضوح اكتر. بصوا هي صغيرة كده، ماما بتحب تمسك الحاجة كده في ايديها صغيرة، ما بتحبش الحاجات الكبيرة، فعشان كده انا جبتها لها صغيرة. في عندهم 3 مقاسات، سمول اللي انا جبتها وميديوم ولارج. لارج دي زي اللي بتشوفوها كده في الاوتيلات الكبيرة اللي بتبقى متثبتة في الحيطة. ودي الحاجات اللي وصلتني من نيو شيك، وانا بعتذر لهم جدا اني اتأخرت، بس والله كل ده كنت بحاول اوصل لباقي المنتجات اللي لحد دلوقتي مش عارفه هي فين، وقالوا لي انها رجعت تاني. عشان ما اطولش، دي المنتجات انا مبسوطه جدا بيهم، الكواليتي حلوه قوي، حبيتهم جدا، وبجد انا عندي استعداد ان انا اطلب حاجات كتير جدا من نيو شيك الفتره الجايه. بس هحاول اتواصل معاهم انهم ما يبعتوليش ابدا عن طريق البريد، عشان في خطوره ان كل حاجه ممكن تضيع. لو انتوا عايزين تلحقوا دلوقتي انكم تستفيدوا من الموقع وتستفيدوا بالخصومات، دلوقتي حالا روحوا اطلبوا. واهم حاجة لو انتوا في مصر اوعوا تطلبوا ان الحاجة تجيلكوا عن البريد، لان الطرود هتضيع، بجد هتضيع، ولو انتوا مركزتوش مش هتعرفوا ترجعوها تاني ابدا. المهم لو انتوا عايزين دلوقتي تلحقوا الخصومات، زي ما قلتلكوا عندكوا الوايت فرايدي او الجمعة البيضاء، فيها خصم هايل، وكمان عندكم خصومات تانية لو انت حد جديد لسه بيسجل في نيو شيك، لو انت حد عندك نقط ممكن كمان تستفيد، ولو انت في السعودية او في الامارات ممكن تستفيد، وعندك خصومات كتيرة جدا. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم باذن الله على خير، والسلام عليكم.